فيوم طبعا هذا اليوم ما راح انساه، يوم 1/5/2011 واحد من المعتقلين قال لي يا فايز في خبر في التلفزيون في احدى القنوات عجيب. قلت له شنو؟ قال تم اغتيال أسامة بن لادن. فحضرت انا، نزلت لان انا كنت وقتها في زنزانتي فوق، فنزلت ورحت ابي اشوف المشهد. كان مسموح لكم انك تروحون وتنزلون؟ اي كان قلت لك في انفراجه، يعني الله يعني كانت في الله ملك الحمد، كان في انفراجه في الظروف المعيشيه في ذلك الوقت، لكنها ما طالت وسنعرف بعدين ليش ما طالت. فانا قلت انا ما راح اصدق الا لما يعلن باراك اوباما رسميا اغتيال اسامه بن لادن. وفعلا بعد قليل، لازلت أتذكر، مشيت باراك أوباما يأتي أمام المنصة ويعلن خبر مقتل أسامة بن لادن، وبعدين تصوير الشباب والشابات وهم يشربون الخمور عند البيت الأبيض وهزيج النصر والفرحة الغامرة للشعب الأمريكي باغتيال المطلوب رقم واحد عالميا. الغريب عمر تدري شنو الغريب؟ فعلا في ذلك الوقت ما شفنا ولا جندي في العنبر. يعني الإدارة الأمريكية أمرت جميع الجنود حتى ما يكون في هناك تصادم، لأن كانوا حاطين في بالهم أن احتمال يكون في تمرد وعصيان شامل في معتقل غوانتانامو بسبب مقتل أسامة بن لادن. الجنود ما تشوفهم إلا ما تناديهم أمبي طق الباب أمبي فيولك يسر. هذا أول يوم. يس سير. عدل؟ How can I help you؟ هذا منو؟ الجندي الأمريكي في غوانتانامو يقول لك يس سير، تهدئة على الآخر. المعتقلين اللي كانوا في الأماكن المفتوحة قالوا إن المعسكر كان في استنفار وكان محاط بالسيارات المدرعة وعليها الرشاشات تحسبا لأي طارئ. الأسلحة موجهة على المعسكر وكان في استنفار في كل قاعدة غوانتانامو لهذا الأمر. يعني كانوا يتوقعون أن في هناك عصيان خلاص يعني. بس ما صار شيء من هذا. صار قليل بعض العنابر مو بعنبرنا. سمعت أن في بعض المعتقلين اشتبك مع الجنود وصار ضرب بينهم وعاقبوا ودوا الانفراديات بعد ما سمعوا خبر مقتل بن لادن. نعم. فايز الكندري، نعم. كلمني أنت عن شعورك لما سمعت الخبر هذا. لا، شعور الدهشة. ما شعور الدهشة هذا ممكن يكون شعور دهشة فرح، ممكن يكون شعور دهشة حزن. لا، شوف، أول شيء، هل أسامة بن لادن مسلم ولا كافر؟ أنا أسأل. هل أمريكا بريئة؟ أنا أسأل، بس أنا أسأل نفسي، يعني هل مقتل أسامة بن لادن يفرح المسلم؟ بغض النظر، أنا قلت لك في أخطاء، في يجب أن تصحح، في أشياء، في كذا في كذا، مع فارق مع يعني بغض النظر عن كل هذا، ففي هذه الأسئلة كلها طبيعة الحال أكيد، يعني لا أتصور إنسان مسلم يرى الأمريكان هم قاعدين يشربون الخمر فرحانين وهم قاعدين يقتلون في هذا، في متزامن في نفس وقت مقتل أسامة بن لادن قاعدين يقتلون المسلمين، وهذا الأخ فرحان قتل أسامة بن لادن. إيه بس الأمريكان قاعدين يقتلون أمتك، قاعدين عادي، ما عنده أي مشكلة.